السلام عليكم البنات، كنقدم لكم اليوم حلوى ديال الدواز دتاي بمقادير بسيطه كتكون عندنا في البيت. كنبداو اول بسم الله، كنديروا جوج بيضات، كاس ديال العنبه ديال الزيت، كاس ديال العنبه ديال سنيده، كنديروا خماره ديال الحلوه الحمراء كما كنقولوا 8 غرام جوج كنديروا، هذه فيها 15 غرام درت وحده، وكنديروا جوج خمارات ديال الفاني، وكنديروا طحين على حسب الخليط طحين ديال الحلويات. هانتم كتشوفوا معايا، هنا درت البيض، جوج بيضات انا درتهم هنايا، كنزيد معاهم السكر هانتم كتشوفوا ديال العنبه، كندير معاهم خماره ديال الفاني هنا درتهم، من بعد كنطربوا هادشي مزيان. من بعد ملي طربت هادشي هانتي كنزيد كاس ديال الزيت ديال العنبة، من بعد ملي طربت هانتوما كتشوفو كنزيد خمارة هانتوما كتشوفو، من بعد كندير الدقيق على حسب القياس اللي عندي، من بعد كنحيد هذا كنخدم بيديا، ومن بعد ترجعوا معايا باش نشوفوا الشكل منين. هانتوما كتشوفوا العجينه ديالنا من كتكون لا خفيفه ولا ثقيله، انت كي كتكون مهم كنديروا كويورات بحال هكذا كما كتشوفوا، بحال هكذا كويورات كنديروها، من بعد كنجيبوا شويه ديال السكر كنديروا فيهم هكذا. هانتوما كتشوفوا كي كيجيو، كيجيو زوينين، ومنين كيطيبوا كيجيو فتيين غزالين، وكيكون المقادير ديالهم غير في البيت، زعما المقادير ديالهم ماشي كيكونوا مهم خصنا نفكروا ليهم، خصك تجيب هذه تجيب هذه تجيبها، يعني السكر كيكون في البيت، البيض كيكون في البيت، كلشي كيكون في البيت، المهم كنديرهم خفافين وزوينين وكيتشربوا مع اتاي. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كي كيجيو، ملي كيطيبوا كيجيو غزالين. هانتوما كتشوفوا معنا الشكل النهائي ديال دواز دتاي ديالنا، وبالصحة والراحة ومع السلامة.